عاصمة مرحبا بكم، جاي لكم في رياكسيون جديدة وتراك جديد على جي يابتن عنده 9 سوايع من يابتن تراك هذايا. بعد الشين بعد الفيديو استنى، هو فما تراك تفسخ من الشين، عاد مريت في الفيديوهات نتاعو في الانستغرام وشاريت الفيديو نتاع اللي صار تراك سن اي يرموك ان يرموك دو يتفسخ. حتى فهمت تحكي على القضية الفلسطينية وكل على ذاك اللي تو فسخ الفيديو قال لهم ترقبوه جاي يرموك سنين 3 و4 و5 قد ما هم يقصوا علينا احنا نزيدوا. دونك اكيد تسالوا عن بيمة فلسطين سوريا ولبنان وكل اماكن اللي قاعدة تعيش في حرب وفي مأساة ربي معاهم، وبالحق لا توجد حريات لا في تونس لا في الجزائر لا في المغرب لا في اي مكان ولا في العالم. امريكا اللي تسمت عليه الحريه ما فيش حريه، حد هو ما عنده الحق يكون عنده احرار، ما عندهاش الحق يكونوا احرار. هما كي يصير لهم مشاكل دخلوا الكره في السياسه، اما احنا كي دخلوا الكره في السياسه نتوقفوا احنا ما عندناش الحق. لو فرضنا قام علي جي، علي جي هو رابر على رابر ايطالي عمل اغنيه سبورت في اسرائيل، تصور يوتيوب شنو حياه عكس كان زم سبونسوريا. دوك احنا الناس المقموعين احنا العرب ديما، وعلاش؟ خاطر العرب الكبار عندهم الفلوس فوق ما يزونا معاهم ونحاربوا، لا هما مبعثين احنا اللوطة وهما اللي هنا يلحسوا للكبار. دوك محاولش تقول كلام زايد على خاطر ركيت على جي والاحترام الببليك نتاعو، كل الكلام زايد مش محبب عندهم. دوك كيتكم متت تركي فيت وفي سالي فيت احترم الناس الكل، سامحوني غلط في حاجة. دونك ليتس جو. بات عبيت اللي تعرفش هوني انه اذا جابت في التفشيل الثانية هي سيبون نو نو ماني نو اكس اوكي. دونك العبيت اللي تحب تفرش في في ديلي فيديو هنش نحاول نهبط فيديوهات امش يكونوا فيديوهات اللي ما قراتش عملهم في الشين الاولى ولا حاجة، اذا الشين الثانية ذي راهي ميتة كلينيكية خاطر ما نحبش نخليكم لهنا خاطر ما تحبش تمشي معايا غادي. دوك نحب ديما نطلع عليكم مي نهبط كل يوم في راب جزائري وتونسي وليبي ومغربي وكله هو تلقاهم في الشات تلقاهم في الديسكريبسيون. وتريد ان تبرر سرقاتك؟ لا حق لأمة في احتلال أمة أخرى، أموال تمام كم ليست خالدة. ولا علي جي تحسو ميكس بين برشا شخصيات مرت في حياتك، تحسو جدك وأستاذك الطيب اللي قراك وانت صغير، تحسو أستاذك العربية، وتحسو الشاعر إمام، عامل ميلونج بين العباد هذوما الكل في إنسان واحد. بالحق حتى كي تحدثت معاه الرسمي زين ياسر طيب وخلوق ترم بصفة غريبة، معنا ريت الكاركتير متاعك الانرجي والهاردكور والسبال السيستيم وكل هذاك راب الرسمي يعمل فيه بيرمون للعباد باش صوته يوصل، هو انسان عاقل ومحترم. دونك الرسمي ميكس غريب بالحق، راهو ممكن قاعدين نحظوا على فلتة عباد مش باهية بيها. علامات الساعة راهي بانت بالدنيا هذه ماشية للزوال، ربي نادي فيك وانتي تعاند وقتاش اخر مرة حليت كتاب قرآن. اوكي تاكس مدجيل انا ايت حتى كيفش نانو اناليز الكوفر. واو الكوفر فيها كله عمارات
كبيره معنا توك عاطيه اكثر على الاوروب، هم القمره لونها ازرق تم لف المون، فما برشا طبيب معاه، وفما الواحد يعش يعني هرم المصريه، وبعد فما التلفزه هي قاعد يصير فيها الشو. اكيد فما خفيه كل حاجه، اكيد مانيش نكون انا ابو العريف نعرف كل شيء، مي الباك جراوند فيها برشا مساجات. وتو قالك هي رب المحليه حسوا اقرب شويه المسجد اللي عطيونا فيهم لطفي كانوا قبل تاع وقتاش اخر مره حليت القران، يحسك بالدقيق بالضمير وقتاش انت اخر مره حليت القران الحق. ابي يدينا فتنة الدجال نعيشو فتنة الدجال نعيشو في فتنة الدجال نعيشو في قبل نعيش نحكي باش سمحوني العباد اللي جيت تفرش كيف ريكسيون لو انا نستنى في عباد كيما علي تجي باش نجم نوصل صوتي ونفرغ قلبي نحب نفضفض نجم اشتراك متاع عبد يغني لي على الحرقه ولا يغني لي على فلوسه واش ناخذ نحكي في مواضيع كيما هكا عباد دونك اعطيوني سباس نتاعي مسير سمحوني اسمعني اركش معايا نحكي ومنش نقول كلام ما عندوش معنى راه مي حكايه الميناتي والحاجه هذوما ولات ياسر ايزي في الحكايه لما معنى ولات حاجه عليه انك تراها امبارح قعدت ساهر مع اصدقائي نتفرج نسمع في الاغنية تعدى تراك تاع مترو بومينغ ست شهور وشكون يقوم تاع الميناتي هو الميكر تعدى في وسط الاكران ويتحطوا خمسة مرات تعدى عادي ولعبت ولات تعيش قبل كانت حاجه ياسر ميستيريس هكا ولعبت تهرب منها سي بون عادي والله عادي 10 سنين قدام بيدوفيلي في الكليبات و وليوات وكل شيء تلقاه في وسط الكليبات دونك الانترنت لحستنا مخاخنا بعد اللي قاضي يصير قول لي اش مازال فتنة الدجال نعيشو فتنة الدجال يا عرفت محليها ان شاء الله يوصل الماكسيموم الكليب هذي لبرشا عباد خاطر بالرسمي راهو قصه ما باللي ما عندكم حتى فكره فيش بلاد تمسخت بلاد مسخه برشا خاصة في المناطق فما مناطق قاعدة تحافظ لماكسيموم على العدد نتاعها فما مناطق ياسر تسيبت ياسر فما انحلال اخلاقي وكل بلوس اضف الى ذلك اللي حمد الصوت لا الجيل اللي طالع ياسر خايب ياسر تافه ياسر مش متربي ياسر مش قيم خاطر الوالدين ما عادش ليهين كل تعطيه التليفون عمره 3 سنين وعامين فرجك في تيك توك يفرجك في الهم وكش ترق فيه خطك انت جاء اصلا منحوس في التيك توك كيف ولدك تقعد تخدم نهار كامل باش تعمل تلم طرف باش تخدم باش توكل والشعب شيء شبيبه مشيت مع ليت بعد 30 سنه راهو سي بون انتهت تونس لا تربيه الاخلاق لا شيء حتى بلاد مسلم عربيه باش تنحى سامحينا فلسطين انقرضت الرجال سامحنا فلسطين انقرضت الرجال فخور حتى اخر انفس مسلم خشمي في السماء قولوا لجماعة التحضر في بنا بشترك مولد زنا دعاة المثلية قولوا لجماعة التحضر راكم عارفيكم كلكم مولد زنا فتلفز بلا يما ما تفوتش المنظر لف مليح على جنبك عندي قلمي تقبل كانت يعدي وخطب متاع يوم جمعة في التلفاز ويعدي فوق تو حسن ما في قبل يقصوا وقت اللي أذن الأذان يقصوا على البث تو كان ما عادش يحطوا أصلا حتى كتير باش يحطوا كراو تو قاعد أذن لي حسن التلفز الخاصة ياسر 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 مشينا الله مشينا مسلسل التون مسلسل رمضان قبل المسلسل تحب تفرج فيه مع عائلتك استنى فيه نستنى في رمضان تلقى ودرجنا خرج مع عائلتي توا وليت نهرب بريت سي بون كمل الشربه وف ران اجري ما تفرش في مرض كي تقصت الجمبر تركب لي مسلق برج ايفل متخف فوق راس الالماني كان يرجع الوقت تالي تلقاني قائد في الجيش العثماني يا مالا ريفرنس قال كان جديد انا قبل وقت قبل رقاء في الجيش العثماني
بك فهموا سيستمي العبدوا لله والحداثة مش متفاهمين نعمل في رب مصنف من الغزوات قرود تقص وزحقد وخايفين حاول تركز مع اللي قاعد يصير الضباب يتنحى والرؤية توضح تتفهم باللي الوضع والاخطير بيخوف أكثر من ضربان سلاح الحرب متاحهم برشا كلام خايب عندي في الداخل وعندي برشا سبان برشا ياسر من الوضع ياسر الوضع خايب ياسر ما حد شي بشر بخير رايح حرب دين بالوقت اللي ضربوا الخلافة طاح مش الشعوب يتقرر في المصير دخلوا لعقولنا وعملوا الاكتساح صور سامبل يخصولك في كل شيء قاعد يصير ضبنا عملنا كمونتار كي غضبوا طيحوا ديار اخوتنا بتراكس طلعوا صور اسمع اسمع البار هذايا وركز وعملوا الاكتساح كي غضبنا انت غضبت وغاضك غضبتك في فلسطين شو عملت؟ قبل تجيت على ستورياتك وعملت كومنتير هما كي تغشوا على عيسان البيت وش عملوا؟ انا كومنتير كي غضبوا طيحوا ديار اخوتنا بتراكس ضعف برشا رانم بالحق راهو مش ايست متعبت وعارف شنو قاعد يصير ضعف برشا رانم العبيد اللي تحب تعاون والعبيد اللي تحب يصير حاجة قليل وضعاف طلعوا صوارخ تمشي تحت الماء طلعنا في التيك توك جيل متارا غصت صرنا مرحلة واحدة تطلع في لايفوات في التيك توك مثال رحت ذا بي هي اكزامبل تعدى في التلفزة بيبا تعمل في التيك توك فارماسيان بروفا استاذ جامعية تي بكي بنت صغار تعمل في ليفو التيك توك عيب ماكش باش تحرر الاقصى بسناباتك وستورياتك على الانستا ذاك اللي نحكي فيه انا عندي عام من 7 اكتوبر وانا ننبح ونقول راهو ماكش باش تقلبها الدنيا ايس باهي النشر وباهي انك تحاول تطلع الاشتاكس وكل من ليه مكش باش تعمل مش هيك المطلوب منك مش هيك المطلوب منك يا ما عندكش ايه هو العجز هيك العجز انك ما عندكش في طاقتك انك مكش اللغة دي اعطيني سلاح وتنمشي راهو مش سهل يعني انت حتى اوكي مش تصير حاجة لكن بهيك راهو لازمك تتطوع ولازمك تتعلم وش تتعلم تعرف اش تضرب السلاح ولازمك تصح اللي انت بتنزل ومضحي راهو معناها كان زاد بروسيس طويله هذيك اللي كان صارت وعملوا انه قالوا شكون حاب يتطوع باش نحاربوا اي امشي اما ستورياتك وقتك حاجتنا بسيوتك السحابه مش فرختهم وحتى تولي جينجستا علامات الساعه راهي بانت بالدنيا هذه ماشيه للزواج ربي نادي فيك وانت تعاند وقت اخر مره حليت كتاب قران فتنه الدجال عيشوا فتنه الدجال بعد لي قاضي يصير قولي اش مازال فتنه الدجال عيشوا فتنه الدجال سامحينا فلسطين انقرضت الرجال يحاربوا فينا بالفساد قولي الحشمه وين مشات يحبونا نعيشوا بالغريزه حشق دوراتكم كل حيوانات هذا زمان الخداعات اللي حكانا عليه الرسول يصدقوا لي يكذب ويكذبوا لي يصدق ويستثقوا كان اللي خول كلام الله في القلوب نستفعل في السيستم الرسمه اللي يشدي تريسي تخبك احكاح من شده يوثي نحى سفساري عرى لنفى باسم تحرير ضربنا على الوتر الحساس يا كنت باش تقول كلمه هكا كبر تربح بورقيبه شده يوثي نحى سفساري عرى لنفى باسم تحرير ضربنا على الوتر الحساس شكون لي باش يربي الاجيال وقت لي لم تخرج لك اياس جيت باش نقدم لك النشره اليوم لخمس وصل حتى الدشره عصر التكنولوجيا والتسلا المسلم لازم يخرج من القشره الموبقات السبعه منتشره كلام الزايد كيصب لينا اي كنت ما تسكرش ما تكونش اي وما تسهرش قديم وكوبي اي كوبي توا لازم تخلص سهره مرتك تقلق مرتك فيما تقلق تسهر دور بيها من بار لبار وتسهر في مرتك منه بيش تعمل جو هي مرتك وتفرهت والله طب بالإيه سؤال قاعدين تروا في يعني والله كن خمع فيه حتى بني بروح امتى تشوف الإنسان هذاك تروا في بنات طرعين انهم يجب يكونوا يكون أم مسؤولية و مستحيل كم يعني ولدي تربيه مرأة تفي الفيديو في التيك توك ابسط مثال كتكون سوديسي
ودي سيمرا تابليش ولدي تابت على الفيديو في تيك توك نشرب جديتك تحب تبط مطرة وناس تعزق في شهر رمضان فترة حطونا في مواقع خراب اجتماعي حصرونك بقر المراعي يركبونا برداعي صنعونا ذكاء اصطناعي يستهدف العقل اللاواعي ما يحبوك شواعي ما لازمك شد فيك قصت لك وكل اسقط فيك والجماعة ما تعرفش طريق عايش ولدي هفتريد نقص من شيخة في الصحراء ما فهمش بطريق نحن ايضا تاريخ نقص يا ولدي من شيخة في الصحراء فهمش بطريق معنا ممكن التريب يتزك في مخك هاي تقول فهمتوا اني يزيك من تلويس في مخك علوم علوم رياضيات وطب في قرون ظلامكم قدنا العالم في المعارف علامات الساعة راهي بانت والدنيا هذه ماشية للزوال ربي ناجي فيك وانت تعاند بفتش اخر مرة حليت كتاب قرآن فتنة الدجال نعيشو فتنة الدجال بعد لي قاضي يصير قولي ايش مازال فتنة الدجال نعيشو فتنة الدجال سامحينا فلسطين انقرضت الرجال قالت جي هامي قد نسان سسان جي محليه الجاد محليه الرفران محليه صوته محليه يعني حتى باللوتيوم محليه صوته معناه شان واو مساج حلو بالحق عرفت ما عادش نجم نكتب بعد تراك هذايا اليوم سي بون لونفي اني نسمع موسيقى اخرى وعبيت تصيح سي بون تاع هذاك تسكر بيه وعرفت تكيف تخليك ترجع روحك تقابل بينك وبين روحك تقول نعم فيه صحيح ولا نعم فيه هيك هو اللي بنخر انا بعد يعني اذا يتسمى 7 عام ليا في السوشيال ميديا ابا مش كنتش نعرف فيه اكثر كنت نعرف حاجات اخرين قبل كل من اللي كبرت قلت نقول لازمني مهم نهبط حاجه نفرش فيها انت بديش حاشم روحي ونوريها لولدي ما يكونش مستعرب بها هيك هو جوست الحاجة الوحيدة خليتني ما عادش باش حاجة كنت عمل فيها قبل ميديا وكل اللي خاطري تحب ولا نكره هو هما حاجات تتطلب منك تضحيات انك راضي انت تضحي هذوك نقول لك ليه مانيش راضي نعمل تضحي هذوك دونك ديما لازمك تغزر قدام تقول انا ولادي نهار اخر لازم يكونوا مخبرين بوهم ولا بين قدامك وبين اهم اللي هو بينك وبين ربي هل انت تعمل فيه راك انت خليفة ربي في الدنيا دونك عارف شنو تعمل ما تضيعش وقت طريقه يزيها برش حكيت سامحوني Hit that subscribe don't forget to tap football so hard never miss a snap